تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ، سنقوم بحله معا. السند: تتنوع مصادر المعلومات التاريخية بين مصادر مادية ومصادر لا مادية، وهي ترتبط بشخصيات بمكان وزمن محدد يستعملها المؤرخون في دراسة الأحداث التاريخية. نشرح: لدينا مصادر المعلومة. إذن يوجد مصادر المعلومة، يوجد نوعين من مصادر المعلومة. المصدر الأول مصادر مادية والمصادر اللامادية. مصادر المادية هي المصادر التي نستطيع لمسها. مصادر اللامادية الشفوية، مصادر التي لا نستطيع لمسها. هذه المصادر يستعملها المؤرخون لكتابة التاريخ ومعرفة الأحداث. كل هذه المصادر تتعلق ب أو ترتبط بشخصية معينة في مكان معين وزمن معين. إذن في زمن معين ومكان معين متعلق بشخصية معينة، هذه كلها تعتبر مصدر إما مادي أو لا مادي، يستعملها المؤرخون في دراسة الأحداث. بهذه المصادر يتعرفون على الأحداث ويدرسونها ويكتبونها المؤرخون. التمرين الأول: صنف السندات التالية إلى سندات مادية وسندات لا مادية. إذا لدينا سندات أو مصادر مادية أو لا مادية، نرتبها في الجدول. نقوش صخرية، رواية الحمار الذهبي، أشعار وحكايات، مسكوكات، مخطوطات، أسطورة تاريخية. نقوش صخرية عبارة عن صخرة، حجرة، صخرة كبيرة وفيها نقوش، رسومات أو كتابات. إذا هذه نستطيع لمسها، نقول أنها سندات مادية. نقوش صخرية، بما أننا نستطيع لمسها نقول أنها سندات مادية. ثانيا رواية الحبار الذهبي، رواية معناها قصة، قصة نقلت شفويا، إنسان يحكيها لإنسان إلى أن تصل إلى هذا. إذا هذا المصدر لا نستطيع لمسه، إنما ينقل شفهيا، نقول أنه سندات لا مادية، لا نستطيع لمسه. رواية الحمار الذهبي، نواصل. أشعار وحكايات، الشعر معنى مثل الغناء، حكايات قصص، هذه كلها لا نستطيع لمسها، إنما تنقل من إنسان إلى آخر. إذن مصادر أو سندات أحسنتم لا مادية. أشعار وحكايات، مصادر لا مادية. نواصل. مسكوكات، مسكوكات هي نقود قديمة، نقود نستطيع لمسها، إذن أحسنتم سندات مادية. مسكوكات هي النقود، نقود قديمة. نواصل. مخطوطات هي كتابات لكن على ورق معين، ورق بردي، إذن الورق هذاك نتحصل عليه ونستطيع لمسه باليد. إذن مخطوطات عبارة عن سندات، جيد، مادية. أخيرا أسطورة تاريخية، أسطورة معناها قصة، قصة، رواية، حكاية، غناء، شعر، كله سندات لا مادية لا نستطيع لمسها. إذن أسطورة تاريخية. نراجع. إذن لدينا السندات المادية، الأشياء التي نلمسها باليد: نقوش موجودة على الصخر، مسكوكات نقود، مخطوطات قطع ورق بردي مكتوب عليه. بينما السندات اللامادية روايات، قصص، شعر، غناء، رقص، كلها سندات لا مادية. نلتقي إلى التمرين الثاني. أكمل الفراغ بالكلمات التالية: إرتن معلومة المنطقة زمانها، إرتن معلومة المنطقة زمانها. يكتب التاريخ بالاعتماد على نوعين من المصادر. يعني في التمرين الأول
نوعين من المصادر، مادية كانت أو غير مادية. إذا يوجد مصدرين، مادية أو غير مادية، يكتب بها التاريخ. ومنها نستخلص تاريخية متعلقة بتاريخ و والذي يعتبر تاريخيا. إذا يكتب التاريخ، نكتب التاريخ بالاعتماد على نوعين من المصادر، مادية كانت أو غير مادية. ومنها نستخلص، ماذا نستخلص من هذه المصادر؟ أحسنتم، نستخلص معلومة تاريخية، معلومة، نتحصل على معلومة متعلقة، قلنا متعلقة بزمان ومكان وشخصية، إذا متعلقة بتاريخ، بتاريخ، أحسنتم، زمانها. وكذلك جيد، والمنطقة، قلنا الزمن والمكان والمنطقة، والذي يعتبر هذا المصدر يعتبر إكتن تاريخيا، إكتن تاريخيا. نراجع، يكتب التاريخ بالاعتماد على نوعين من المصادر، مادية كانت أو غير مادية، غير مادية أو لا مادية، نفس إما نقول لا مادية أو غير مادية أو شفوية. ومنها نستخلص معلومة تاريخية متعلقة بتاريخ زمانها والمنطقة والذي يعتبر إكتا تاريخيا. وهكذا انتهينا من حل اختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، ولا اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.